والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأحبة في كل مكان، وحياكم الله وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فعظم الله أجورنا وأجوركم وأحسن الله لنا ولكم العزاء بهذا المصاب الجلل. وها نحن على بركة الله نجدد اللقاء بكم وعبر قناة الأيام الفضائية والبرنامج المباشر الفقه حياة، الذي نجيب فيه إن شاء الله عن أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية. قبل كل شيء دعوني أرحب بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد رشيد الحسيني، حياكم الله سيدنا العزيز. سلم. وأهلا وسهلا ومرحبا. سلمكم الله تعالى، حياكم الله، بارك الله بكم. نعم، حياكم الله سيدنا وتعازينا لكم إن شاء الله بذكرى شهادة مولانا أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، الذي يعني واقعا نعيش أنه ذكرى شهادة هذه الأيام الأليمة على قلوب أهل البيت سلام الله تعالى عليهم جميعا، وكذلك شيعتهم في كل مكان. وهنا السؤال سماحة السيد، ماذا يعني إحياء ذكرى شهادة أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه؟ يعني وهو القائل عندما ضرب في محراب صلاته فزت ورب الكعبة، فالبعض من المؤمنين يحيي هذه المناسبة باللطم والبكاء على أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه. نريد أن نعرف ما هو مغزى هذا البكاء، وأمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه فاز، نعم ضرب في محراب صلاته، لكن هو يقول فزت ورب الكعبة. حياكم الله سمحت السيد وأهلا ومرحبا. أحسنتم، بارك الله بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا ومولانا أمير المؤمنين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بالسير على نهجه واقتفاء أثره وإحياء سنته إن شاء الله. أيها العزيز، فيما يرتبط بالاحتفاء وتخليد هذه الذكرى انصافا، لا يعني أننا نبكي ونحزن عن مولانا وعلى شهيدنا لأنه مات، لا، الكلام هو الحزن والألم والبكاء أننا فقدنا وجود هذا الرجل، فقدنا وجود هذه البركة، ونحن خسرنا هذا العطاء الكبير. وفي نفس الوقت ما أحوجنا لوجوده، وأحوجنا لعلمه، لقضائه، لتقواه. هذا نحن نبكي على وضعنا، نبكي لتعاسة أمرنا اللي في الواقع تجر هذه التعاسة إلى أن نفقد أئمتنا بهذا الشكل، وبسبب انحراف الأمة والخطوط المنحرفة في الأمة. فإذا نحن لا نقول أن عليا لم يفوز، علي فاز وهو في الجنة بلا إشكال، وهو قسيم النار والجنة. علي قسيم النار والجنة، وأولاده سيدة شباب أهل الجنة، لا كلام في هذا. الكلام نحن في قبال أولياء الله، في قبال سادتنا وقادتنا، لنا مشاعر ولنا توجهات، هذه في الواقع تفرز في مثل هذه المناسبات. أنا أردت أن أقول شيء آخر. نعم. الشيء الآخر الذي أريد أقول أخي الكريم، أنه توجه الشباب، توجه الشباب والفتيات والعوائل إلى إحياء هذه المناسبة، مع أنهم في حال الصوم، مع أنهم في حال تعب، يقطعون المسافات، يركبون سيارات، يدفعون أجور، يعني لا أقل كل واحد يدفع 5000 دينار، لا أقل 5000 دينار حتى يأتي إلى هنا ويرجع ب5000 دينار، 10000 دينار غير الأكل والبهذلة إن صح التعبير.
ولكن كل هذا الصرف والتعب ومشقة كل هذا يهون عندما يجد أن قبر أمير المؤمنين أمامه وهو يسلم عليه ويزوره. هذه الروح، هذه الروح هي رأس المال الحقيقي. هذا رأس المال الحقيقي. كما الآن البعثيون اشتغلوا في إبعاد الناس عن أهل البيت، طاردوا الذين يمشون للحسين، اعتقلوا من كان يقيم العزاء والمأتم. 36 سنة البعثيون حاربوا، وبعد البعثيين التكفيريون آذوا وضربوا وفجروا وقتلوا، وبعد التكفيريين القنوات والصفحات المأجورة التي تضرب الدين وتشكك وتأتي وتدعو لهدم قبور أئمة الهدى وتشكك في وجود علي بن أبي طالب في النجف. كل هذه نجد أن الشباب اليوم في سنة 2022 يأتون بحماسة ويصرفون وقتهم ويصرفون جهدهم. هذا هو رأس مال الأمة، رأس مال الأمة الحفاظ على الهوية والانتماء. ولذلك أنا في واقع الحال من أشوف الانحراف الموجود بالشارع، شباب المنفلت، أقول هذا الشاب حتى لو كان منفلت لما يأتي في ليلة من ليالي قدر أو يأتي في مناسبة من المناسبات ويدور حول هذه العتبات ويقرأ القرآن ويسلم على أولياء الله، هذه في الواقع قد تجعل توازنا في داخله بين الشيطان وبين الرحمة. أحسنتم. نعم، أنه يراجع نفسه. أحسنتم. نعم، يعني أنا في الواقع من أشوف هذا. بس بعض يقول سيدنا ولا شباب صايعين ضايعين وما يفيد، ما يخالف، صايع ضايع شاب. نعم، شاب ويقع في كثير من المتاهات، ولكن تبقى عنده حالة ارتباط وولاء مع أهل البيت وأهل الله. أهل الله. نعم، هذا في الواقع ضمان على أن يوم الأيام سيرجع. جميل. يوم الأيام سيتوب. وأعتقد صاحب المناسبة سواء كان الحسين أو العباس صلى الله عليه وسلم أو أميرنين يشوف هذا المسكين يجي. نعم، مع أنه يتعنى له وعنده مشاكل نفسية، عنده مشاكل أخلاقية، قد يعينه على العودة إلى الله سبحانه وتعالى. أنا أستبشر إنصافا، أستبشر أشوف الشباب مع أنهم يحتاجون جزيرة سياحية، يحتاجون حديقة لطيفة، يحتاجون مدينة ما أدري كذائية، بس يشوفهم أنه سياحتهم زيارة الأئمة وراحتهم الجلوس في مراقد الأئمة. هذا أنا أعتقد إنصافا غنيمة، غنيمة لابد أن شنو تستثمر ونأخذ بأيديهم. نعم، ولذلك أئمتنا لما قال شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، يعني ارتباطهم باقي. هذا الارتباط مهم جدا، واقعا مهم جدا. وأنا في واقع الحال قلت مع كثرة الإحباطات والمشاكل والتراجعات الأخلاقية الاقتصادية الاجتماعية في المجتمع، يعني هنا أنا في البرنامج تكلمت على النزاع العشائري وكذا، بس في النهاية أكو شيء اسمه مجموعة من المؤمنين وليسوا قلة. أمس النجف إنصافا امتلأت على آخرها، امتلأت على آخرها، ناس الليل كله بين لاطم وباك وداع ومحي ومعزن. هذا جيد، نعم، واقعا هالشكل، هذه مظهر من مظاهر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، شعائر الله، صفا ومروة من شعائر الله. فكيف علي بن أبي طالب وهو سيد الأولياء وسيد الأوصياء بلا إشكال تعظيمه من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهذه أنا أعتقد إنصافا بشارة أحملها إلى الناس، أنه أيها الإخوة في يوم وفاة الإمام واستشهاد الإمام أقول لكم
أننا لازلنا على خير الحمد لله. يعني الزوايا السوداء والتركيز على النقاط السلبية هذا لا يكون، لا زالت هناك نقاط إيجابية، زوايا مشرقة في الأمة، تعالوا استثمروها. شباب بسن عمر الزهور، واقع عمر الزهور، شوفه جاي لابس أسود، شنو منو منو أبوك ميت أمك ميتة شنو صاير؟ لا تهدمت والله أركان الهدى يلطم على رأسه. هذا بهذه الفطرة لا أكو فد شيء اسمه إنصافا ولا في الداخل، وهذا الانتماء جدا مهم أن نحافظ عليه. يرحون الشباب مولانا من هنا وهناك، بس يبقى في شيء اسمه الحسين يلعب دور. فلما يجي الأربعين كان الله يرحم آية الله العظمى الفقيه الكبير إنصافا سيد محمد سعيد الحكيم، احنا فقدناه وعن فقدناه وخسار. كان يقول سيد الأعداء يشتغلون طول السنة على شبابنا، يشتغلون طول السنة على بناتنا، بس يجي الأربعين هذا الشغل اللي يشتغلوا الأعداء كل أحسنتم كله يروح يذوب. ليش؟ لأن تبقى هذه الحالة، حالة الانتماء إلى أهل البيت هو سيد الموقف. فلذلك احنا نقول الأربعين لم ضعف بأي وجه من وجوه، عدم جواز تضعيف شعائر الأربعين. العاشوراء، زيارة ليلة 15 من شعبان، زيارة عرفة، ليالي القدر، هاي لابد أن تعظم. هي هذه رأس مالنا، صدق رأس مالنا. ما أدري علي حال ينقلون من باب الفكاهة أو كذا، ما أدري. أنا واحد تبشيري مسيحي كان يجي يشتغل على شيعة، ما أدري في منطقة أيام الإنجليز، يشتغلوا ياهم المسيحتشي والمسيحتشي والكذا مدري إيش وكذا، الضوء انطفأ زين، بعدين اعتلق الضوء، صلوا على محمد وآل محمد. هو تأذى قال كان صار لي شهر أشتغل وياكم كذا. قال أنت اشتغل احكي، بس يبقى شيء اسمه محمد وآل محمد. هذه الهوية تبقى، على محمد وآل محمد الهوية تبقى، الانتماء يبقى. ونحن في الواقع نشكر واقعا نشكر أئمتنا اللي عملوا على إبقاء هذه الحالة ما بيننا وبينهم صافا. تشوفوا بعض الروايات في هذا المجال، ونشكر علماءنا مراجعنا طول هذا التاريخ اشتغلوا على أن يبقوا شيء اسمه زيارة والمواكب واللطو والبكاء وخطبائنا الكرام، علماءنا، أحبتنا، الشباب، المواكب الحسينية والعلوية والفاطمية. هذه كلها أنا أعتقدها نقطة مضيئة في تاريخنا، لا يحاول الأعداء أن شنو يضعفوها. شوفوا الآن هذه الوقفة اللي أمس كانت، هاي الوقفة إخواني وإلى الساعة 6 الصبح أنا مراقب. أنا كنت في كربلاء ورجعت للنجف، وإلى 6 الصبح الناس مكتظون ويبكون وهم صيام. وهذا صفعة في وجه أولئك الذين يقولوا تعالوا اهدموا مراقبتهم، صفعة في وجوه الذين يشككون في وجود علي بالنجف. هاي صفعة لابد أن يفهموا أنهم في تيه، وأنهم في الواقع في وهم. لا زال التشيع في العراق جذورة قوية، شيعة علي لا زالوا ولله الحمد أقوياء. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يحفظوا على وحدتهم ويحافظوا على تماسكهم والتفافهم حول الحوزة والمرجعية إن شاء الله تعالى، حتى نعطي هذه الأمان التي بأيدينا إلى سيدنا ومولانا الحجة المنتظر عجل الله تعالى. نعم، أحسنتم سماحة السيد وبارك الله بكم. نعم، الآن سماحة السيد حتى نستثمر الوقت، بعض الرسائل وصلتنا عبر تطبيق المجيب. معنا رسالة من الأخت أم علي من ألمانيا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أنا متزوجة منذ 10 أعوام ولدي بنت وولد الحمد لله. زوجي يحبني ولا يأذيني، ولكن أنا أعاني من اعتقادات نحو دين الإسلام والصلاة. قبل لم يكن بهذا الشكل في هذه الدرجة، وحين أتى هو وأهله لخطبتي قالوا أنه ملتزم، ومع الأسف لم أرى الالتزام من بعد الزواج، والآن من بعد 10 سنوات ازداد عدم إيمانه في دين الإسلام، وفي بعض الأحيان يبدأ بالإهانات نحو الدين والقرآن الكريم. أنا الحمد لله ملتزمة، ولكن لا أعرف ماذا أفعل، ولم أستطع التكلم مع أحد في هذا الموضوع. في الواقع هذه قضية تحصل، يعني شخص يذهب إلى بلاد أخرى وفي نفس الوقت مع وجود مشاكل في بلاده، يعني يروح يشوف ألمانيا ولطيفة ونظيفة وحلوة وكذا، ويشوف العراق الوضع والتخلف الغوش والكذب، فيصير عنده صدمة أن أشوف الكفار أفضل من عندنا، هذه صدمة. ثانيا وجود الأصحاب والأصدقاء والجماعات اللي يعاشرهم يبدأوا يلقنون في أنه ترى هاي كلها خزعبلات وهذه توهمات، ويبدأ يضعفون الإيمان عنده. هذه على حال من مساوئ الهجرة، هي هذه مساوئ الهجرة، واحدة من عدة هي هذه. الأخت الكريمة جوابي رح يكون بهالطريقة. إذا كان رجاء التفتوا وجواب حساس. إذا كان تصرفات زوجك تكشف على أنه مرتد، يعني يكفر بالله، يكفر بوجود الله، ينكر رسالة رسول الله، ينكر القرآن، وصار مرتد، وهذا على حال تحرمين عليه أنت، تحرمين عليه، لازم تلبسين عبادة تعيفين، لأن المرتد يحرم على زوجها، زوجته تحرم عليه، ما ممكن العيش معه. لا صار كافر. والكافر على حال نكاحه مع الزوجة يبطل. إذا كان على سبيل الارتداد مرتد، إذا تقول لا ما له خلق يلتزم، هو على حال حسب تعبيرنا إنسان غير مبالي بالدين، بس هو يؤمن، يعني شنو؟ يعني مسلم فاسق، فاسق بس مو كافر، فاسق. هنا على حال حاولي وياه وويتي زواج صحيح، يعني حاولي وياه، نبهي، ارشدي، زعلي وياه فترة، عسى الله سبحانه وتعالى أن يرجع إلى الجادة الصحيحة. نعم أحسنت سمعت السيد. سمعت السيد، أيضا لدينا سؤال آخر من الأخت أم جعفر الصادق من العراق، تقول كيف أعلم طفلي السلوك الجيد وحب الدين والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ في الواقع العلم في الصغر كالنقش في الحجر، كل ما أولادنا صغار إحنا نعلمهم ونأدبهم بآداب الإسلام راح ينشؤون على هذه الآداب. أما للأسف البعض يقول بعد وقت بعد وقت بعد وقت إلى أن ابنه يصير 11 سنة 15 سنة بعد ما يلحق عليه، يقول تعال صلي ما له خلق، لأنه ما نشأ وهو شنو؟ مصلين. نحن من صغرهم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يدعو أن الأولاد أمرهم 7 سنوات تعالوا علموهم الصلاة وخلي يصلون، 7 سنوات الأولاد. البنات يدعو 6 سنوات، البنت 6 سنوات شوي شوي تبدأ شنو؟ حجابها والتمرن على الصلاة. من صغرهم لابد إحنا نعلمهم الأجواء الدينية. تلفزيون لازم يكون تلفزيون شنو؟ ملتزم. تلفزيون يلعب دور مهم في ذهن الأولاد. أحسنتم. فلا بد يكون تلفزيون نظيف، برامج نظيفة، كأسرة أب وأم يلعبون دور جدا 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 مهم، أن الأم شلونها تكذب ما تكذب، تغتاب ما تغتاب، سيئة الخلق مو سيئة الخلق، هاي كلها الأولاد يراقبون الأم والأب كيفهم، فهم في الواقع مرآة لأبنائهم. فإذا في الواقع كانوا ملتزمين ومؤدبين وما يكذبون وما يتخلفون ونظيفين، أولادهم سيكون على شاكلتهم. لا بد من التعب من صغرهم، والارتباط أيضا
بالأجواء الدينية هي تؤثر بشكل نعم كبير. أحسنتم سماحة السيد، ويانا بصمة نسمح إن شاء الله. السلام عليكم. احنا بالحشد سيدنا، احنا بالحشد بموصل نداوم 14 يوم بموصل. طبعا مكاننا بموصل ما مستقر، مو تقول مقر او معسكر، المكان يتغير، كنا قبل غير مكان، الان مكان اخر، وما معلوم ان نكون ثابتين. ف 14 يوم احنا نجي لهنا نداوم، و 14 يوم يم اهلنا بالنجف. فعموما 14 يوم احنا ما موجودين بالبيت، مسافرين. هذا ترى احنا كثيرون السفر، لما ننزل مفطرين ام لا؟ لما ننزل ان شاء الله صيام وتمام الصلاه. مشكورين كثيرا. نعم ان شاء الله سمحت السيد جاوبكم. نعم سمحت. حياك الله اخي العزيز. انت تقول انه مكاننا ما مستقر او مو ثابت. نعم. شنو يعني مو ثابت؟ تقول يعني سيدنا 6 أشهر هنا، بعد كم شهر ياخذونا مكان ثاني، هالشكل يعني مقرك غير ثابت، او انت في دوامك الواحد غير ثابت، هذا ما مبين لي إيه؟ انا راح اجاوب على جوابين. اذا كان دوامك مو ثابت، يعني 14 يوم انت رايح منا وجاي منا بالسياره، و20 كيلو 15 كيلو و17 كيلو، اذا دوامك غير ثابت فانت كثير سفر. اذا بدوامك غير ثابت، دوامك يعني هال 14 يوم اللي رحت انت بتحرك، مرة تقول لا مكان دوامي غير ثابت، فكم شهر هنا 14 يوم كامل نقعد، كم شهر هناك، يعني دوامي ثابت، دوامي أنا في الدوام الواحد في 14 يوم ثابت في المكان، وإن كان مكان عملي بين فترة أخرى يتغير، بس في الدوام الواحد أنا ثابت. جواب: إذا كنت في الدوام الواحد ثابت 14 يوم فأنت مقيم، بصلي تمام الصوم، مقيم إقامة 14 يوم، لما ترجع بالطريق تقدر تفطر، لأن أنت مو كثير سفر. هذه الفرضية الأولى. فرضية ثانية تقول لا أنا بالدوام مالتي 14 يوم كله أتحرك، أروح للقاطع أجي كذا، أروح للمخازن أجي منه، أروح للكذا، إذا أنت كثير سفر، وكثير سفر لازم يصلي ويصوم تمام في كل مكان، روحه وجيه وطريقه وغيره. نعم أحسن. صار واضح؟ جاوبت فرضيتي. نعم الله يبارك فيك سيدنا. عندنا بصمة أخرى نسمعها. السلام عليكم سيد، أنا حامل وعندي تقيؤ شديد، والدكتورة منعتني من الصوم. زين أنا يصير بس أصوم بس أقضي بعدين اللي هو قضاء وفدية. نعم سمحت السيد نجاوب على الأخت بعد أن نأخذ هذا الاتصال. نعم من علي، حياكم الله تفضلوا. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يعني أردت بس عندي سؤال إذا ما سمحت. علي سماحة السيد يسمعكم إن شاء الله، تفضلوا. أستاذ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا بلا زحمة عليك، أنا عسكري داوم سيد كركوك يعني قبل تقريبا 15 يوم. ولما رحت لقيت الوحده مالتي يعني ناقلتني يعني غير مكان. المكان الجديد هو بالموصل، بقيت وياهم يومين يعني برمضان انا صايم. وبعدين هذا المكان اللي رحت له من رحت استقبلوني قالوا لي دوامك 10 ايام. بقيت 8 ايام بنفس المكان ونزلت مجال تهلي. يعني بالنسبه لصيامي ان شاء الله ماشي، اكو اشكال بي. قالوا لك 10 ايام؟ 10 ايام. قالوا لي 10 ايام تبقى هنا و10 ايام تنزل للبيت، انا اهلي بالجنوب. وانت نويت 10 ايام تبقى. صحيح، انا يعني ما اعرف ايش قد راح يبقوني، لانه ما اعرف يعني توني رايح لهذا المقر الجديد. لا من قبل. يعني انا ما اعرف ايش قد راح يبقوني، ما اعرف، بس قال من رحت لهم قالوا هاي الوجبه اللي خليناك بيها بعد 8 ايام تنزل. ها يعني من يوم الاول انت ما نويت العشر ايام. انا يعني ما اعرف ايش قد راح ابقى، بس بعدين قالوا لي 10 ايام راح، يعني دوامك 10 ايام وصار لنا ملتحقين يومين، تبعت 8 ايام وتنزل. ويمتى افتهمت 8 ايام راح تنزل؟ يمتى افتهمت؟ نفس اليوم؟ نفس اليوم. جيد، واضح واضح. نعم يا نعم ان شاء الله سمحت الاخ الكريم لما يروح مكان، اخواني لما اروح مكان اذا ادري ابقى 10 ايام، ادري والله راح ابقى 10 ايام، خو انوي بعد، انوي 10 ايام واصوم واصلي تمام. اما اذا ما ادري
ما أدري، قالوا لي ما معلوم تبقى 10 لو أقل من 10 ما معلوم، وقالوا لي 10 وبعد ساعتين قالوا لا ترى 8 أيام راح تبقى هنا. أنا ما عندي نية إقامة، ما دام ما عندي نية إقامة صلاتي قصر وأفطر مو صايم. ليش؟ لأنه هنا أنا ما أولا مكان جديد وأنا مو كثير سفر، فراح أبقى مفطر وأصلي قصر إلى أن تمر مدة على هذا الدوام على أساس تبقى في فترة طويلة سنة أو 6 أشهر إلى سنة عندك نمط معين، ذاك الوقت راح إحنا نقول يا بها إيش قد شلون دوامك 10 بـ10 5 بـ5 شلون. لكل دوام إلى حكم. الآن جنابك في هالسفرة هذه ما تصلي تمام ويعني صلي قصر وتفطر. نعم سمعت السيد، ناخذ اتصال من الأخت أم محمد، حياكم الله تفضلوا. ويغلق ويسيب بدون داعي. نعم. وعلى الجنة وعلى الوليد وعلى الحق. وعلى دافعينهم ومتحارب ويالي. لا يخليني مثل احتي ولا بمسواق ولا برايحة ولا بجاية ولا تعصم كل شيء. عم يصير احتي يمه. بيني وبين عايش داعي سجاية وعايش داعي وعايش قلوب يصير وما يصير. بلي يا محمد ان شاء الله. ولا يعرق هو تصرفاتك. سؤالك عن شنو؟ سؤالك عن شنو؟ على زوجة لك بالبيت. أعرف هو مو خوش، هو أخلاقه مو زينة. سؤالك. زوجي أنا وأنا منحتي. تحكي علي صح. ولا حاجة ولد عليا بالشناعة ما يستوى ما يستوى وما يدور سجارة. الحرام على لا واضح. نعم إن شاء الله سمحت السيد يجاوبكم يا محمد. نعم سمحت السيد نجاوب. يعني الرجل اللي واقع عن هالشكل يضرب يسب ويشتم هذا مريض، هذا مريض لازم واحد يعالجه. شنو يعني الأخلاق والأعصاب؟ إنسان إذا ويا أولاده ويا بناته ما يكون حسن، ما يكون هادئ، ما يكون لطيف، مع من يكون لطيف؟ مع من يكون حسن؟ خيركم خيركم يا رسول الله صلى الله عليه وآله قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يعني الخير بيكم، الزين بيكم، الجيد بيكم اللي يكون ويا أهله زين، وأنا زين ويا أهلي. فإحنا إذا أخلاقنا مو زينة ويا أهالينا مع من راح تكون زينة؟ مع الأعداء، مع الآخرين، مو الأقربون أولى بالمعروف. أنا أولادي إذا عندي أخلاق زينة مع أولادي، إذا عندي أخلاق زينة مع زوجتي، هذه مع الرجال كلامنا. أما تقول أنا سيدنا أتكلم مع أولادي عن سوالف وأحكي علي، على أي حال هذا في إشكال من جهة الغيبة، لا تختابينه. وسيدنا هو معروف، يعني هو معروف بسوالفه، أعرف معروف بسوالفه. الإنسان لما يذكر الآخرين، اسمعوا جيدا، لما يذكر الآخرين بسوء إذا كان ما بي يعني إذا ما كانت عنده ذيك السوالف أو ما كان عنده ذيك القضايا، هذا ما يسموه غيبة، يسموه بهتان. أنا جاء أبهته وأكذب عليه، ذاك يسموه كذب. أما الغيبة أن تقولين أشياء هي بي، أشياء هي بي وأنا أقولها وهو يكرهها، هاي غيبة. فحاولوا أن على حال لا تختار. نعم سمعت السيد أيضا صاحبة البصمة تقول أنا حامل ولدي تقيؤ شديد وراجعت الدكتورة وقالت لي لا تصومين، ماذا يترتب على ذلك؟ في الواقع لو حام بالنسبة للأخوات الحمال يختلف من مرة إلى أخرى. يعني بعض النساء الوحام عندها سهل، يعني تصوم عادي باليوم مرتين كذا. أكو بعض لا، حالة الوحام جدا مزعجة أصلا تتمرض مسكينة. هنا نقول ما في إشكال تفطرين وليس عليك شيء، لا كفارة ولا فدية، وإنما تقضين إن شاء الله تعالى بعد الولادة. نعم أحسنتم. عندنا بصمة أخرى نسمح إن شاء الله. السلام عليكم سيدنا. سيدنا أنا صار لي تقريبا 10 سنوات أو أكثر ما أصوم بسبب المرض. مرض عندي في المعدة، مرض كلش مؤذي يعني، وما قدرت أصوم بسببه. أول 4 سنوات تقريبا كنت أصوم أجرب الصيام لكن ما أقدر، أتخربط وأتأذى كلش وأضطر يعني طبيعة الطبيب يقول لي حرام عليش الصيام. وبعدها بعد هالسنوات اللي بعدها يعني
فطلت وجد أدفع عن كل سنة بدل. يعني المشكلة أنه أنا مطلوبة صيام من عمر 9 سنوات، لأن أنا ما صمت عمر 9 سنوات وما كنت أعرف أنه الصيام واجب، لأن أهلي كانوا يقولوا لي أنت طفلة صغيرة وما يعني تقدرين الصومين، فلهذا السبب ما كنت أصوم. يعني صمت عمري تقريبا 13 أو 14 سنة. فالصيام هذا اللي أنا مطلوبته يعني من يعني من عمر 9 سنوات إلى عمر 14 سنة تقريبا، شنو حكمه يعني وشلون أقدر أؤديه؟ نعم سمحت السيد نجاوب الأخت. في الواقع السنين اللي هي ما صامتها على قسمين، سنين ما كانت تعلم بأن الصوم واجب، ما كانت تعلم أن الصوم واجب، هذا فقط قضاء عليها، هذا فقط قضاء عليها. أكو سنين ما صامتها لأن كانت مريضة من رمضان إلى رمضان، يعني المرض مستمر عليها إلى رمضان القادم، وعذرها حسب تعبيرنا مستمر. هنا في واقع الحال تقضي وأيضا ليس عليها شيء. بعض العلماء قالوا أنه إذا كان المرض مزمن من رمضان إلى رمضان مزمن، وهنا أصلا قضاء ماكو، بعض الفقهاء يقولون قضاء ما في، فأنت ما عليك كفارة وإنما فقط قضاء عن السنة اللي أنت ما صمتيها وكنت صاحية. نعم أحسنت سمعت السيد. أيضا نعم عندنا بصمة زميلنا المخرج. نعم نسمع إن شاء الله. السلام عليكم سيدنا العزيز. عليكم السلام. أنا أم زهراء من محافظة البصرة، بنتي داوم في جامعة البصرة، إحنا في صفان، نبعد حوالي 50 كيلومتر عن الجامعة. يعني كانوا في بداية السنة شهر الثالث كانوا يداومون يعني أيام بالأسبوع، وبعد الانقطاع هسه حاليا قرروا عليهم أن يداومون يوم واحد بالأسبوع. فما أسأل يعني ما حكم صيامه، هل هو يعني إفطار أم صيام؟ ولك جزيل الشكر. نعم سمحت. دوامها كم يوم؟ نعم يوم واحد في الأسبوع حاليا. سابقا كانت أي سنة هي؟ سنة أولى سنة ثانية؟ لم تذكر سمحت السيد. على أي حال إذا كان يوم واحد بالأسبوع وفقط بالشهر 4 أيام هي تفطر ذاك اليوم وصلي قصر، ما في إشكال إن شاء الله تعالى، لأنها مسافرة لا عندها كثرة سفر، ليست كثير السفر، والجامعة ما صار مقر عندها ماكو، فتبقى شنو تقضي تفطر وتصلي قصر. نعم لدينا بصمة أخرى نسمح إن شاء الله. السلام عليكم سيدنا، رمضان كريم. سيدنا أنا قسمت يمين والله بالله تلاه أنه ما دخن جغير، بعد إذا دخنت جغير عاقبني وأنا أريد أرجع الجغير. أنا أعرف كفارة اليمين هو طعام 10 مساكين وعتق رقبة أو صوم 3 أيام التاليات، بس إذا هل يصير رجع الجغير أو ما يصير؟ نعم إن شاء الله سمحت السيد جاوبكم. شنو سؤال؟ نعم سمحت السيد قسم أنه والله وبالله وتالله أنه ما يدخن، يقولوا دخنت، شنو اللي يترتب على هذا؟ كفارة حنث اليمين وهي إطعام 10 مساكين. نعم إطعام 10 مساكين يعني عائلة بيه 10 مساكين يأخذونهم 7.5 كيلوات طحين، 7.5 كيلوات تمن يأخذونهم، واضح 7.5 كيلوات. نعم 10 مساكين. نعم أحسنتم سمحت. يقول ما عندي. نعم ما عندي أعطي 7.5. يقول لي يلبسهم 10 ثياب. يقول 10 ثياب ما عندي. نعم يصوم 3 أيام متتالية، صيام 3 أيام بس. هي الإطعام ممكن طعام يعني 7.5 كيلوات طحين مو هواي. نعم احسنت سمحت السيد. ويا اتصال من الاخ صبحي، حياكم الله تفضلوا. من اريد اسال رجلي يا سيدنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تمام مولاي حياكم الله بارك الله بكم. من اريد اصلي رجلي ركب لاني يعني ما اقدر اقوم بالسجود، يعني قصدي ما اقدر يعني احنا كنا عم نرجلي وانا قاعدين يعني بمكان يعني ما عندي مثلا ما صلاه اني اصلي بيها، يعني بالواجب ما اقدر يعني شلون يعني صلاه تصير الان؟ شلون جا تصلي يا اخ صبح؟ يعني اصلي بالوقوف صلاتي عاديه يعني من نقف.
بالنقف اصلي يعني عادي، بس بالحمام عادي، بس بالسجود ما اقدر انحني كامل. اعرف ربي يوجعني على حالي. الان ايش تسوي يا حجي صبحي؟ الان ايش تسوي؟ ايش تسوي؟ يعني اصلي النص يعني اي شيء يعني انحني على ايدي. هيك نعم. مشكور يا نعم. أنا حجاوب إن شاء الله سمحت السيد يجاوبكم. شوفوا إذا أنت عندك مشكلة خلي يقطع التليفون حتى أسألك. بلي بلي نعم صح سيد. إذا عندك مشكلة في الركبة وما تقدر تسجد على الأرض، هنا تقدر تسوي شيئين. شنو يعني الطريقة الصحيحة؟ توقف تكبر تكبيرة إحرام، تقرأ الحمد والسورة وتركع، يعني ركوع ما عندك مشكلة. حال السجود تريد تسجد، تقدر انت تقول سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده، وتهج واقف بس براسك سبحان ربي الاعلى وبحمده الله اكبر، سبحان ربي الاعلى وبحمده الله اكبر. واضح؟ تسجد براسك تقدر، هاي طريقة. وتقدر لا تخلي كرسي وطاولة، من تركع تقول سبحان ربي العظيم وبحمده سميع الله من حمده، تقعد على الكرسي تسجد على الطاولة تقدر. يعني تقدر بالإيماء، يعني بس بالإيماء يعني بالرأس، تقدر بالإيماء أو بالسجود على الطاولة ما في مشكلة، على الكرسي والطاولة ما في مشكلة. نعم أحسنتم سماحة السيد، عندنا بصمة أخرى. سلام سيدنا، رمضان كريم عليكم إن شاء الله. سيدنا أنا عندي سؤال، أختي عمرها 21 سنة والبنية لازم من عمرها 9 سنين تصوم وتصلي. البنت هاي من عمرها 9 سنين يعني ما صامت ولا 9 ولا 10، يعني صامت بس 5 سنين من عمرها. هسه مو عمرها 21 سنة، صامت بس 5 سنين، وظن الباقي ظلن عليها 12 سنة، وما تريد تصومهن ما تريد تقضيهن، تقول أريد أطلب مكانهن كفارة، يصير لو ما يصير، وكم كفارة الصيام؟ نعم سمحت السيد، هي عمرها 21 سنة بلي، وفقط صامت 5 سنوات. نعم. قلل 5 سنوات ايش قد يصير؟ 16 سنة بلي. نقص 9 سنوات ايش قد يصير؟ 7 سنوات عليها الصوم، مو 12 سنة وهي طولتيها، كلها 7 سنوات عليها الصوم، يعني 7 أشهر. ليش؟ لأن ما كانت الصوم. هسه ما كان الصوم لأنه كانت تدري الصوم واجب وما صامت، هذه عليها قضاء وكفارة، خل تقضي الكفارة إن شاء الله بعدين شوي شوي تدفع. إذا تقول لا أصلا ما كانت تجهل، أصلا جاهلة بأن الصوم واجب أصلا، فقط عليها قضاء تقضي 7 أشهر شوية شوية أيام الشتاء. نعم أحسنتم سمحت السيد. ويانا اتصال من الأخ هاشم، حياكم الله تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك إن شاء الله، تفضلوا. بل يا هاشم أظن حياك الله بارك الله فيك، تفضلوا. سيدة طيب، السلام عليكم. عليكم السلام. صوتك يتقطع يا هاشم. نعم. ما ادري انا اشتغل بمعمل، انا من اهل البصرة، اشتغل بمعمل، المعمل تقريبا عن 72 كيلو تقريبا خلصت، انا مركز المدينة من الداخلي، فدوام الاتفاق مع المالك 5 أيام يومين، يعني 5 أيام مبيت وارجع يومين للبيت. فعندي سؤال، هذا اعتبر انا كثير سفر وصيام شلون يعني؟ ايش قد صار لك على الشغل يا هاشم؟ كم سنه؟ كم سنه؟ من شهر 10 الان. من شنو؟ من شهر العاشر. بلي. راح تستمر؟ راح تستمر على الشغل هذا؟ راح تستمر؟ ان شاء الله، والدعوات كم رزق نمشي. يعني ايش قد تستمر؟ سنه سنتين، ايش قد راح تستمر؟ والله بعد الدوام سفر. بعد ما ادري يعني دوام رزقي هذا، يعني رزقي قاعد اشتغل فيه يعني. واضح واضح. نعم ان شاء الله سمحت السيد يجاوبكم. نعم سمحت. الاخ الكريم صار له 6 أشهر من شهر العاشر، الان شهر الرابع خامس تقريبا، 6 أشهر
صاير له 5 أيام بالشغل ويومين بالبيت، 5 أيام بالشغل يومين بالبيت. أنت على هالأساس كثير سفر، كثير سفر، يعني صلي تمام الصوم حتى لو تجي للنجف، حتى لو تروح لبغداد صلي تمام الصوم بالطريق كل مكان. ليش؟ لأن أنت كثير سفر على هالحالة هذه، أنت كثير سفر على هالحالة هذه، واضح أخي؟ تقول لي هذه الشغلة مالتي، هذه الشغلة مالتي مولانا 5 سنوات 6 سنوات راح تستمر، ذاك إلى حكم آخر. بس أنت ما تدري، تقول أنا إن شاء الله تستمر بس ما معلوم إيش قيل. فإذا ما معلوم أنت كثير سفر. نعم أحسنتم سماحة السيد، ويانا اتصال من الأخ أبو شاكر، حياكم الله تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شاكر، شاكر من البصل. بلي شاكر، حياكم الله نسمعكم. بلي تفضلوا. بدون زحمة، أنا موظف قدرات النفط. بلي أترك التلفزيون يا شاكر. عن مقر بيتي تبعد عن التلفاز. شاكر أخي العزيز ابتعد عن التلفاز حتى يكون الصوت. تلفزيون تركي اتكلم معانا خارج خارج غرفة، خارج غرفة اطلع. أي. حبيبي موظف في وزارة النفط. بلي نعم. 30 كيلو متر طلعت، وصلي بالعمل تقريبا 12 سنة ومستمر عملي. بس صادفني دوام اروح عن البغداد اجتماعات، قد مرة بالشهر او مرتين، او اروح الموقع الناصرية عندنا مواقع مسؤولين عنها. شنو انا حكمي بالنسبة للصيام؟ دوامك كرر لي مرة ثانية، دوامك كرر لي دوامك. دوامي انا بمركز البصرة وهو بالخور. بالخور. يعني بعد عني 30 كيلومتر. 30 كيلومتر، كم ساعة دوامك؟ باليوم 8 ساعات. 8 ساعات. الصبح حد الساعة 2 بالشهر كم مرة تروح؟ لا مستمر الدوام الصباحي 30 يوم. يومية. أحسنتم أحسنتم. نعم نعم شكرا. مشكور بلي إن شاء الله سمحت السيد يجاوبكم. نعم شكرا على الاتصال. الدوام مالته كم سنة صار؟ 12 سنة؟ يعني تقريبا لا سمحت السيد ما يقارب 30 سنة يقول. هذا اللي 30 كيلو، 30 كيلو متر. أما أنه إذا دوامك اتصالك كم سنة على هالأساس هذا، نعم. على هالأساس إذا كان دوامك بهالشكل فالمكان العمل مقرك، مقرك يعني وطنك مثل وطنك. فصلي تمام الصوم في مكان عملك، وصلي تمام الصوم في بيتك، زين؟ فأنت مو كثير سفر، أنت بين مقرك وبيتك. هذا المقر والبيت صار لك فترة طويلة وكل يوم 8 ساعات وبالشهر 20 مرة تروح، فهذا مقر صلي تمام الصوم فقط في هذين المكانين، تروح بغداد تجي هنا كذا النجف تصلي قصر وتفطر. صار واضح حبيبي؟ نعم أحسنتم سماحة السيد، بيودنا أنه نأخذ اتصالات وأيضا نقرأ بعض البصمات، لكن يعني هذا ما يسمح به وقت البرنامج. شكرا لكم سماحة السيد وحياكم إن شاء الله. وكذلك شكرا موصول لكم مشاهدينا الأحباء على حسن الإصغاء والمتابعة، انتظرونا في حلقة أخرى إن شاء الله. في أمان الله ورعايته.